إبراهيم العريان المجذوب كان رضي الله عنه إذا دخل على بلد سلم على أهلها كبارا وصغارا بأسمائهم، كأنه تربى بينهم، وكان يطلع على المنبر ويخطب عريانا فيقول: السلطان دمياط باب اللوق بين القصرين وجامع طولون، والحمد لله رب العالمين، فيحصل الناس بسط عظيم. وقال الشعراني: طلع لنا مرانا عديدة بالزاوية، سلم علي باسم أبي وأمي. قال المناوي: في الطبقات كان محبوبا للناس، معظما عندهم، معتقدا، وكان يصعد المنبر فيخطب عريانا ويذكر الوقائع التي تقع في الأسبوع المستقبل، فلا يخطو في واحدة. كان إذا أدخلوه بيتا واغلقوه عليه وجدوه خارجه وكراماته كثيرة. مات في مصر سنة 32 و900 ودفن بالروضة. مولانا، هل يجوز أنه يخطب بالمنبر عريان؟ الله، صح كلامك.